انا على حدود رايك ده كلام مش ممكن يا راجل، من على حدود المنطقه وضربه راس هايله جدا هايله جدا جدا، مش ممكن حدش يتوقع ابدا انها تيجي في المرمى، لكن حارس المرمى خطا قاتل، ولا منه طلع ولا منه رجع، شوف بقى وقف في النص ولا، يعني مش ممكن مش ممكن، الراجل حارس المرمى خطا يحسب. 2000 رواندا 2011 لما فاز منتخب مصر 3 كانوا خسران 2-0 هناك، وفاز منتخب مصر 3 أهداف مقابل لا شيء، وصل منتخب مصر للتصفيات الإفريقية، كان هو ده حارس المرمى. البداية في إين أكاديمي، أكاديمية تشارلتون الإنجليزي، ثم ويست هام الإنجليزي الهامرز، ثم ليستر سيتي، ثم تشيفيلد وينزدي. لعب هنا في مصر على فكرة، شفناه في كأس العالم 2009 ومسجل هدف في التصفيات في مرمى غينيا الاستوائية.